بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال وتجنخو إن كنت حاملان بذكر أقر كرة كذبو حمل بوبا زكري أو إن كان ببطنك ذكر فأنت طالق طلقة تراق كذبو كبي شمتنا كدري أو أنثى أقر شجت شدبو طلقتين دوب كبي فولدتهما أو شجت كرة شبو هسه بس هذا كبي دري او انسى يان كربي يان كذبي او بمعنى الواوي بمعنى واو سنشي لمثالك وي دري كركسي بيكو ابو يا رواو كلو زمعه لان الفرض انه زمعه بين التعليقين كما يعلم من اخر كلامه هل وجه لاخر كلام المصنف دري فولدت هما هودو تشيبو يا ردقت اوي داني دقت تاك تاشي دانيا دقت زمعي دايم ان كنت حاملا بحمل انثى أو إن كان ببطنك أنثى فأنت طالق طلقتين فولدتهما أي ذكرا وأنثى وإن كان عند التعليق نطفة باوش كابرا قسكيك النطفة بي أو وقع ثلاث باش أخو ذكرك أخو أنثاكي نقوتي بس ذكري وتي بابا هودو شي قوت آخر قوتي أقر نيربو كرك إن كان حاملا بذكري أقر نيربو تراقة كتبكوي أو أنثى بي أقر ميبي دوبكوي إيه الآن نيرو مي بوا زمك بوا ستراقي دكوي بالا وقت قصة كي كد نطفش بي إذا باش النطفة كود بتذكروا أنسا دري وصف واحين إذن بالذكورة أو الأنثتي صحيح صحيح لو شنشي لنطفاتيش تذكروا أنساتيك هيا لأن التخطيطا أو تخطيطيك أخوة عمر دكاتا ملائكتان لو تخطيط دكان يزعر ما كان كامنا في النطفة أو تشتي لنا النطفة دا كفيا كرة تخطيطا كيب كر دبي النطفة كدبي تكر أدي معا أو مرتبا أو زدتو دا معا مرتبا كامنا في النطفة أو تشتي لنا النطفة دا بزرع لنا النطفة دا بزرع خواهي قولا نوسيتي دياري كرديا نقنوسيتي هر دياري شي كرديا نطفة كاو داخل نيرا يان ميا لدبايك بملائكتان خواهي تعالى لو تخطيط دكا هيسكو ردمارو الرقزو همشتي لو دروز دكا او دروز بونا اي نطفة كيا هموي سرطايا كرنا نطفة كيا هموشتايا معا او مرتبا او زا او دا او معنا مربوطة بفولدت حماي فولدتهما نيرو ميان معا بيان مرتبا بي وبينهما دون ستة أشهر ششمان كم تربو بي بريم زمكا وقع ثلاث سيتراقدك بي لتحقق الصفتين سنشي هدو صفتي لاعت زيادين يقول لكري يقبك بي لشيشيش دوبك بي الان كري شكزيشا يكودو دكا سي كما لو علق بكلامها لرجل وبه لأجنبي هر أوها أقا بري 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 تعليقك بكلام تعليق تلاقيك بكلامها لرجل وبه لأجنبي وبه لطويل قلتي قلتي اقصد دقر بياوشي كير تلاقيك بكوي دقر أجنبي كد يشي دي بكوي دقر سلامشي بشن دريشت كد اوسي فكلمت من فيه الصفات الثلاث شو تقسيك دغر بياوشي بياوك ازنبي بو بشنش يدريش هر سي شي بتن اللي هاد وزي راس هر سي تراقي دكوي وكما ياتي في رمانة والنصف رمانة دري اگر هنارك تخوارد تراقك بكوي نيو هنارت خوارد كر تراقك بكوي ترى هنارك شي خوارد هو هيك شي خوارد كرتك شي خوارد يا دي نيغوت بكرت تشي شي دي بكوي الحمد لله تراقي دكوي هو دو صفتي هات زي يا كان ار دو صفتي لي دت زي او ايش يك زلامه سي صفتي لي هات زي فان ولد احدهما اي ادي اجا الا كربو يعني الا كسبو فما علق به شي تعلق فيك او اجا كربو يك تراقي دكوي اجا شي شي بدو دكوي او خنسا ادي اجا خنسا شي بو خنسا يبو فطلقة حالا استا تراقة شكت وهو قلت يقى كر بي ديكا اقى تشيش بي دوا خنسا لا يكم يخو كركا كرا كر لهم يكم ترا اي او تلاقة كت ادي اقى بشيش درسو وتوقف الثانية اويدو من راوستا فحز بكن لإطلاعها تمعلوم دبي وتنقل العدة في الكل
لهموان بالولادة في الكل لهم سورة كان في جميع سور التعليق بالحمل بالولادة بولادة وشي داري دومي بو أوعدي هردي بأولي تراقق دك وياندو دك ويسندي كد بأويد ومين وشي سيكا كد ياندو وككد عدشي هردي لو لأنها طلقت باللفز شون شي بلفزك أولي تراق دكوي بولادتكش عدي هردي بخلافه فيما يأتي في إن ولدتي لإن ولدتي كيل موضوع لوين دري بولادتي عدي هرناي بس ليرة بولادتي عدي هردي وعن ابن القاس لو كان أحدهما خنسا أقر يكك يكتشان خنسابي لو من دارانا من خنسا يشيبو بلن خنسا يشيبو أما تعالى قلت من تلاقى شكت أو ديش انتظار دكين أو درين أمرها برزعتها برزعتيش نكي بكا رزعتي بكا أقر يكك خنسابي يكك تشيش بو يكك تشيش خنسا بو أولا تشيش أكي دويدة كوي حتى يطلع ويظهر أن أمر بإستناب ندم لا وازم لأن الأصل الحل وعدم وقوع الثلاثي دفعا لضرر طول منع تزوجها إلى الاتضاح وعن ابن القاس بالولادة باللفظ بخلاف ما يأتي في إن ولدتي فإن ولدت أحدهما فما علق به أو خنسا خنسا يشبو هو ده قوي ده لو كان أحدهما خنسا أمر برزعتها برزعتي بكا بز نستكني دفعا لضرر طول منع تزوجها إلى الاطلاع برين راوستين حتى معلوم دبي أو زوري بيدسي أمر برزعتها بارزعتي بكا زور خنسا تراقة شكتي خو خرق تراقة شبكوي عمو تراقينا كوي بارزعتي بكا واستنابها برنابي نزيج ببي حتى يطلع ويظهر أن أمره باستنابها كدر النابي بستكني ندب سنة لوازم لو لأن الأصل الحل وعدم وقوع الثلاثي أصل ويسي بس يا نبي دبي يك كربي يك خنسابي دبي أوهابي أجا خنساك كربي دودك أبي خنساك بكر درسو يا ودي كرة وش خنساب وكر دكادو أجا تشيشش بي دبي تسي برن أصل ويا دوبي نوبي تسي سيعتك معلومني أو قال أو زاري قوتي إن كان حملك ذكرا بيشان قوتي إن كنت حاملا بذكرين أجر حملك لنا وزجي دابو نيربو أو زاري دري أجا حملتو نيربو عبارتك فرقي هي إن كان حملك ذكرا فطلقة أجر حملك نيربو يكترق بكوي أو بمعنى الواوي نصير ما مرة أنثى أجر ميشبو فطلقتين دو تلقبي فولدتهما زمشبو نيرومي لم يقع شيء هيس تراقينا كويلو شنشي او قوتي اگر اتو حملة كدنير بيان حمل مي بي ايستا حملة كننير نمي لان الصيغة تقتضي الحصر في احدهما او قصوا دقيني حمل نير بي الا نير شي بي حمل مي بي الا مي شي بي فمعهما وشي زمشي بو لم يحصل الشرط ننير كبو نمي كبو برن پیشان دیگه گفت اگر ناو اگر تو حامل بی بذکری حامل بو بذکر و با انسای لوی هر سه چکت لیره داری اگر حمل ذکر بو یا انسا و عبارت که فرقیه یا ولو تعدد ذکر و اول انسا ای ادی اگر دو کری بو یا دو کسی بو اوها او وقع ما علق به وقت خود چی گود و هر اوان دکوی گوتی اگر کرد حملکت کر بو یا کرد بو تراخق بو کوی دو کری بو سی بو هر یک تراقی دکوی
أقتشيش بيهردو يدكوي لو لأن المفهوم من ذلك الحصر في الجنس لا الوحدة سوتشي هو مقصدي جنسي كران نقدر قال يك تاقة كردو تاقة كربي مقصدي بجنسي كربي أقا كردو تراقق بكوي تشيش بدوبي أذا كرق بدوبي سيبي هر يك تراق دكوي تشيشك بدوبي سيبي هر يك تراق دكوي ولو ولدت خنسا وحده أقل يك خنسا يبتنبو فكما مرة وشي دمدين قوتمان تراقق دكوي أو ديش انتظارك أو مع ذكر خنسايك وذكرك بو وبعن ذكرا لدباء خنسايك بذكر درسو فطلقة يك طلقة دكوي هو دو قد يذكرنينا أما قلتان مقصد في الزنسا أقل دو كرش بي هذا كاتو كر يك تراقكت أو أنثى أدي أقل بأنسا درسو نيرو ميا فلا طلاقة طلاقي ناكوي شنو شي قلت وشي دمدين قلتي أقل حملة نير بي أو إذا تراقق بكوي يقع حمل ما بيدو بكوي إستا حمل إنا نيري نميا زمكا أو مع أنثى أدي يقع كركو خنسا دقر أنسا يا أبو وبانا أنسا لدابا أنسا درسو فتلقتيني أو دو تلقي دكوي دو تلقى دو تلقى ولو ولدت خنسا خنسا إيه أو مع أنسا خنسا وأنسا أبو إيه وبانا أنسا خنسا كجب وأنسا خنسا جب وأنسا فتلقتين دودك يشون شو قلت بو يقع أنسا ودوبي أو ذكرا أدي يقع بذكر درسو فلا طلاقة خنسا أنسا نيرو ميها ودي سان سيسينا كوي أو قال أو زاري قوتي إن ولدتي فأنت طالق عمن دار دو حق ملني رومينيا تلاقت بكوي تلقت بولادة ما يثبت به الاستيلاد مما يأتي في بابه أو كاستيلاد في فيداد ببنطفه بعلاقة نطفنا على قوم الغوب وأنا هرسي بو تلاقي دكوي شو قوتي إن ولدتي من دار دو زمن دارك ستمام بي نقصان بي لبري بسي علاقة بي ملغبي تلاقي دكوي بلان بشرط انفصاله جميعه دبي من دارك ببي او زتراق دكوي فلو انفصل بعضهم هذا يقول من دارك السريحات الدري وما تعد الزوجين جنو مردكيش يان مرد قبل انفصال كله لم يقع شيء ترغناك ويسنشي ولدد او من دار بربي توا من دارك جنبه ترغنك وإذا علق بذلك قلت إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا دو من داربو قلت يك تراقد بك من دارت بو تراقد بكوي من دارت شبو لدواء يشي دي شبو تلقد بالأولي بي أولي تراقكت او نبو مطلقة اي مطلقة نابي عدة يبو عدة سيا عدة اقا حملي هبي بوضع عمل عدة هرده من داري دوامي وشبو راز عدة هره تبالو خمير دي بكاتوا وانخلط عدتها بالثاني كنجي إن كان بين وضعه ووضع الأول دون ستة أشهر أقا شخص ماكم تربو أقا شخص ماكم تربي درم أوي دومين خوها ونية وهو لا دنيا ولو لنطفشت كفاي دعبوا وكذا هر وهايا إن كان من حمل آخر أقل حملة شي دي من دارك دي ديسان حرب أي أول التراق دكوي وخلاص براوة بأن وطئها بعد ولادة الأول لفاج ولادة أول وطئة شدك دقكر وأتت بالثاني من دار شدك بو لأربع سنين فأقل صار سارشكم تربو ديساني هنجيني كدو تراقينا كوي هيا شدك أما لو ولدتهما معا أدي أقر بيك ودو من داربو فيقع الطلاق بأحدهما بيكتشي تراق كد ولا تنقضي العدة بالآخر بويدي عدة هرناي بل تشرع فيها من وضعهما لو أو يقصد مدينة قوتي وإن قال أو زاري قوتي كلما ولدت ولدا فأنت طالق حد زارشي من دار كتبو تراق كتبو كوي فولدت ثلاثة من عمل إيه سي من داربو ليك عملي من عمل واحد مرتبين وقع بالأولين طلقتان بودوي أولي أودو تراقكت كلما يقول بي أولي تراقكت بيدو من تراقكت إيجن تراقكت نابي عدي بشيشي عدي دشيشي وشي من داري سيمي بو أو عدي هرات عملا بقضية كلما وانقضت عدتها بالثالث لتبين براءة الرحم رحمك نما وخلاص بالو خمير دي بكاتوا أدي تراقي السيهم
ولا يقع به ثالثا. تلاقي سيمي ناكوي، تلاقي سيمي ناكوي على الصحيح لو سنشي وشي من داري بو او ايدي هرات لدو كيدي لدو تلاقى كيبه من داري سيم ايدي هرات وشي ايدي هرات حس على قبي وندي دقو مردي نما جنيوي نيا درست مردي بكاتو تلاقي سمكوي الان تلاقى نجي دكوي اقشن جني كابرايبي ادي ولا يقع به ثالثا او ولد اثنين مرتبا يعني او زاري بمرتبي اوليه كتشبو او تلاقكت لدواجيش ديبو او دوكت فواحده بالاول بأي اولي تلاقكت وانقضت عدتها بالثاني بايد ومن عده هردي ولا يقع به ثانيه ايد ومشينكت على الصحيح لما مر انه لا يقع به الا عند تمام انفصالها تام دارك النبي حتى برنبت وتلاقناكوي وشبرج بو تلاقكت وهو انقضاء العدة وقت انقضاء العدة لبراءة الرحم به. ومقارنة الوقوع لانقضائها اي لانقضائها اي او زبري بعد قاع عدة تلاقى شدي الشبكي ما سقيديا قلت نقود وش من دار برب هو تلاق كت عدة هرات عدة هرات سيدي تلاقي ناكوي تلاقي دوم سيمي ناكوي ما دام بي اول تلاقى شكت هندا لو يدو مينكش عدي هردي او زكا سكبري با عدشي هربيو تراقش بكي بيكا وبيكا دروان قيل ومقارنة الوقوع للانقضاء متعذر ناكري إذ لا عزمة عينيذين هنجي جنيوينيا. ولهذا لو قال أنت طالق مع موتي بردقا مردنا من تراقد بكوي لم يقع وش وشي مسألة من داربونك يا وش موتك بوشم جنيوينيا تراقشي بكوي. ولو قال لغير موتوءة لي ما ركرها نيغوستي توا اذا طلقتك لو شي تراقم داي فانت طالق تراقة شي ديش بكوي فطلقها او تراقدا تراقي كد يعني كد كد ايش جن اگر نغوز رابي تو تراق دراب ايك تراقي راسا دا بي تبارئنا خلاص شنو ينامني دمو دزمر دي بكاتو درستا لم تقع المعلقة او قصي وقت خو قود بي وشي تراقم داي يشي دي بكوي يشي دي ناكوي لمصادفة يال بينونة تا ولو ولدت أربعة كذلك من حمل واحد صار من داري لدو يكذبوا طلقت ثلاثا سيبس تراقي دكي بوي أولي تراقك بوي دي تراقك بوي دي تراقك بوي صار من عدة هردي اي من قضت عدتها بالرابع أما ما ولو ولدته معا هل ساري بيك وابو فيقع الثلاث سيبا سيدكوي سيب سيمن داري بو سيتراقي دكوي وتعتد بالأقراء هنجي دبي بقرع عدي بشيشي وشي دمي ديني بس فيك ومن داري بو تراقد وشي كد تازة سيدي عدي هرناي دبي عدي بأقراء بي فإن لم يقل هنا ولدا أدي ولدني نقو تازة لما تركي دي يقول كلما ولدت ولدا لشرع كي ولدا ما لو تيبرد كلما ولدت ولدا ولدني نقو ها كلما ولدت هل اون دي يقول فكذلك هل وي فرقيني ولدني بريو نري برنا قال ادري دابي ها يعني حرب فرقين يا والا ادي اقر ولدني لدري دانبي لدري دانبي لن يتشي دانبي وقعد واحدة فقط الا يكشي دكوي كلما ولدتي من دارد وني قد هر زار شي يك كدبو دبي تراق بكوي من دارد بو تراق بكوي من داري دبي تراق شي دكوي خلاص. وصلى الله على سيدنا محمد. زيانيا او نيغوستو دي فيري مورتو اكي
غير موجود ايه وش تلاقي ده بتلاقي مش خلاص تازب راوا أو تحليق في شان قولي وش تلاقي مدا يشدي وكبي وش تلاقي ده تبعي نتسب يشدي سب كبي أنا هذا موت أبي هذا موت أبا أدي يشدي جدك ده ودو أدي أدي رزعية أبا زمزع إسامة وانا تراقي بعد دوشته سيب السيو ليش موتوا أنا بتراقي بدا أو جوا أو بعدين إيه يشجش موتوا إيه ولا في العواب لأن خلع خلع بفارة بشتغل بمقابلة لأن لما ريق دم عزاكا يعني هون دفارة دم إيه جم كده إذا تبي أو كي أو لأن خلع أو شر بعدين بيتشش بعدين بالعواب بيتشش بعدين بدون عواب موتو أبي دبي إلا سيب السيب أو زبائن غير موتو بالعوض وبعوض ما دام يكتلق جوه البائن بس يشتبائن جمع رمضي سبتاوي لبرما سيستار رمضي سبتاوي أشتر نادي زين تلق رزع بائن السيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.